لرف يا سيداتي والسادة، انطلق الشوط السادس شوط الخيل العربية الأصيلة شوط جندل للجاد الفائز المبتدئة والفائزة بسباق الصدارة والمركز الأول حاليا مع أحزاب لأحمد حسن الجهني وراشد الصعاق على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني هنا والتقدم يأتينا من قبل الجواد رقم 7 حيزوم بروك والسادة مربط بروك. من الجهة الخارجية أشاهد التقدم للجواد مذهل للسادة مربط إنجاز بتقدم جميل. المركز الرابع حاليا يأتينا من خلال الجواد اللي اسمه الشيخ محمد بن خليفة الثاني غالي الأثمان. المركز الخامس والتحركات من الجهة الخارجية للجواد غنام للسيد عبد الله بن سعيد المسند. أيضا التقدم اللي في المركز السادس للجواد وردان الهاشم للسيد حسن بن علي المطوي مع ألبرتو سنم خلفه تماما من الجهة الخارجية دليلك. عودة للصدارة وعودة إلى المركز الأول دليلك على الصدارة حاليا يا سادة مربط إنجاز. أحزاب في محاولة قوية والتحركات أيضا تأتي لغالي الأثمان اللي في وضع جميل حتى الآن، والتقدم يأتي لغنام اللي يا سيد عبد الله بن سعيد المسند. التحرك يأتينا من خلال غالي الأثمان على الصدارة وعلى المركز الأول. المحاولة تأتي لغالي الأثمان والقادم إلى الجهة الخارجية، وشاهد التدخل من قبل مذهل الآن يا سادة مربط إنجاز، ولكن غالي الأثمان على الصدارة وعلى المركز الأول. مذهل في محاولة قوية لمربط إنجاز، ولكن غالي الأثمان على المركز الأول. غالي الأثمان إلى المركز الأول وإلى الصدارة لسمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني.